بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعن الصادق عليه الصلاة والسلام في هذه الآية أنها نزلت في المهدي وأصحابه. طبعا نص الرواية الإمام يذكر بالاسم المبدو بالقاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم ببركة الصلاة على محمد وآله. بحثنا بشكل مختصر يدور حول محورين: الأول حول الغيبة، والثاني حول الانتظار، باعتبار أن هذه الأيام منتسبة إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد أيام أو بعد يومين يصادف ذكرى مولده الشريف، ونحن في العشرة المهدوية. السؤال: لماذا الغيبة؟ ولماذا الله سبحانه وتعالى قرر وقدر غيبة وليه، هذه الغيبة الطويلة؟ وبشكل مختصر حتى لا نأخذ من وقتكم الكثير، الله سبحانه وتعالى يمتحن خلقه، وهذا الامتحان في صور مختلفة، وهذا الامتحان مستمر ودائم. في آية قرآنية كريمة الله عز وجل يخاطب أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله ويقول: ألا يرون أنه ذولا في السنة مرة أو مرتين يمتحنون. ذلك الامتحان كان لعله عبر
المشاركة في الغزوات والسرايا. على كل حال الإنسان دائما يمتحن، وهذا الامتحان لكي يتبين الصادق من الكاذب. بعض الأحيان الإنسان يقول كلاما كاذبا، ولعله هو يتصور في قرارة نفسه أنه صادق، ولكن في الامتحان يتبين كذبه. وبعض الناس لا يتوقع نجاحهم في الامتحان، ولكن في الامتحان ينجحون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ البأساء المشاكل النفسية، والضراء المشاكل البدنية، وزلزلوا الكثير يتزلزل أصلا، لأنه في المصائب والمشاكل الكثير يسقط أو يتزلزل، بحيث أن المؤمنين أيضا يقل صبرهم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فهذا الامتحان له صور مختلفة، ومن مصاديق الامتحان هو الغيبة، سواء في هذه الأمة أو في الأمم السابقة. الله سبحانه وتعالى واعد موسى 30 ليلة ثم أتمها بعشر، يعني في البداية كان المقرر أن يكون الميعاد 40 يوما، لكن أعلن للناس أن موسى سيذهب إلى الميقات 30 يوما، والعدد ما له مفهوم، إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. 30 يوم يكون في الميقات، وبعد ذلك الله عز وجل 10 أيام أضاف. طبعا هو من الأول كان مقرر لكن لم يعلن لهم، لماذا؟ لامتحانهم. امتحان منه؟ أمة فضلها الله على العالمين، وأني فضلتكم على العالمين، أمة مفضلة كانت، ولكن الامتحان في غيبة موسى عليه السلام وعلى نبينا وآله 10 أيام. فتصوروا أن موسى مات وأظلهم السامري وعبدوا العاجل إلا القليل، وهارون على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام لم يتمكن من صنع شيء أمام هذا الموج. هذا نموذج مثلا، غيبة قصيرة لكن سقط أكثرهم في الامتحان. عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أيضا ما مات، هو عيسى حي الآن، بل رفعه الله إليه. لماذا الله عز وجل رفع عيسى؟ كان يجري سنته في الحياة، بحيث أن الأنبياء حينما كانوا يحاصرون كانوا يقتلون، فلما تقتلون أنبياء الله؟ هذه السنة إذا كانت تجري في عيسى كان يقتل، شنو المشكلة كانت؟ هذا يعني السير الطبيعي، ما كان مشكلة. في حديث يروى أن بني إسرائيل كانوا بين طلوع الشمس وطلوع الفجر يقتلون 70 نبيا، بعد ذلك يذهبون إلى دكاكينهم وكأن لم يكن شيئا مذكورا. وكثير من الأنبياء قتلوا، زكريا على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام نشر بالمناشير بالمنشار هالشكل، يحيى قتل، كثير من الأنبياء الآخرين قتلوا، حتى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم على
السم ووفاته كانت بأثر السم. هسه أكو روايات أنه يهودية، أكو روايات أن آخرين لدوه، في قضية أخرى. زين، لماذا الله عز وجل استثنى عيسى ورفعه إلى السماء وادخره ليوم ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ لعله من الأسباب هو هذا، أنه عيسى غاب عنهم فانحرفوا مع أنه موجود وحي وهو في السماء الرابعة، لكن انحرفوا وكان هناك في الحديث الشريف لعن الله من هود اليهود ونصر النصارى. هذا بطرس المعروف اللي الآن الفاتيكان أطراف الكنيسة المنسوبة إليه، ويقال أن هناك هو مدفون، هو الذي نصر النصارى، قديس عند النصارى طبعا، هو الذي أدخل هذه التحريفات في شريعة عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. امتحان، لأنه ما دام عيسى كان موجود كان يمنع الانحراف، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. يعني لما الله عز وجل رفع عيسى إلى السماء، الوفاة إهنانة بمعنى الأخذ الكامل، لأن عيسى بجسمه وروحه وبدنه الله عز وجل رفعه إلى السماء، غاب فانحرفوا ولم يبقى إلا القليل من المؤمنين. فلعل السبب الأول في تكرار هذه السنة الإلهية التي جرت في الأمم السابقة بالغيبة قصيرة أو طويلة، كذلك جرت في هذه الأمة للامتحان، لكي يمتحن الناس، وصور الامتحان مختلفة، هذه من صور الامتحان. هذا لعله السبب الأول، وهو امتحان الخلق. ولعل السبب الثاني عقوبة لأهل الأرض. الله عز وجل أرسل حججه للناس فما راعوهم حق رعايتهم. رسول الله صلى الله عليه وآله منشأ الخير والبركات للمسلمين ولغير المسلمين وللعالم وللجمادات والنباتات، لكن ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، من القريب والبعيد، إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل من المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أوذي وغصب حقه وانتهكت حرمته وإلى اليوم الأخير. الإمام الحسن والإمام الحسين وسائر الأئمة عليهم الصلاة والسلام وهم حجج الله وبعضهم خير من المهدي، هكذا عامل الناس معاملة سيئة معهم. فالله عز وجل عقوبة للناس غيب حجته عنهم. واحد لا يقول أنه زين إذا بعض الناس فعلوا ما فعلوا فشنو ذنبنا إحنا؟ الجواب أنه عندما البلاء ينزل على الجميع، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. في حديث شريف مثل واحد مجموعة جالسين في سفينة، فأحدهم يخرق موضعه في السفينة، الآخرين ليش يغرقون مع أن الآخرين لم يفعلوا شيئا؟ من واحد إذا خرق السفينة ولو في موضعه، لكن كل السفينة راح تغرق. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، تصيب الجميع. هذا أولا. وثانيا، لعل الطبيعة نفسها، يعني الأكثر الآن لو كان الإمام حاضرا لكان يتعامل مع الإمام كما تعامل الأكثر في زمان حضور الأئمة وفي زمان الرسول صلى الله عليه وآله.
أكو في الروايات أنه لماذا جرائم أسلاف بني إسرائيل نسبت إليهم جميعا. إذا واحد يراجع القرآن كثير من الجرائم الذي ارتكبها بنو إسرائيل في زمان موسى بعد موسى نسبت إلى جميعهم. لماذا؟ إما لرضاهم، يعني الأخلاف يرضون بفعل الأسلاف، وإما بسبب أن الطبيعة نفسها، يعني لو ذولا كانوا في زمان موسى كانوا يفعلون كما كان يفعله أصحاب موسى. والكثير منا لو كان زمان الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لعله والعياذ بالله كان يخذل الحسين. قد واحد هو نقل لي، رجل متدين أيضا، يقول أنا تركت هذه العبارة: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السبب شنو هو؟ يقول السبب رأيت رؤيا، طبعاً الرؤيا مو حجة لكن احنا نذكرها من باب تقريب المطلب للذهن. يقول رأيت رؤيا أني في يوم عاشوراء وفي كربلاء وضمن أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وحدث ما حدث مما ينقله التاريخ لنا. الأصحاب ذهب واحدا واحدا منهم وقتل وكذا، بالكيفية التي نسمعها من قراء التعزية والخطباء حفظهم الله. يقول إلى أن بقيت أنا والحسين عليه السلام، فيقول الإمام خاطبني بما معناه قاتل دوننا، فقلت له لا. قال لي مرة ثانية أنه قاتل دوننا، قلت له لا. يقول مرة ثالثة الإمام قال لي فقلت له لا، واستيقظت مذعورا من المنام وشكرت الله سبحانه وتعالى أنه كان في المنام. لو كان في اليقظة من سمع واعيتنا فلم ينصرنا، أكبه الله على منخري في نار جهنم. فأني قلت له هو حقيقة إنسان متدين ونشهد له بالتدين، قلت له أنه هذه كان من لطف الله سبحانه وتعالى عليك أن رأيت هذه الرؤيا، حتى شوية أكثر تحاول أنه تزيد من ورعك ومن إيمانك ومن تقواك ومن عملك. فالشاهد أنه الطبيعة نفس الطبيعة. الكثير الذي الآن يلهج وينادي ويطلب ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، لو كان في زمان الأئمة والعياذ بالله لعله كان يخذلهم. فهذا عقوبة، والإنسان إذا وقع في عقوبة لعمله أو لرضاه بعمل أو لأن طبيعته نفس الطبيعة لازم لا يتوقع، وإنما يحاول أن يتدارك ما فات منه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة إلى انتظار الفرج، نحن علينا أن ننتظر الفرج. وقبل أن نقرأ بعض الروايات في هذا المجال نذكر فد مطلب مختصر في معنى انتظار الفرج. شنو معنى انتظار الفرج؟ هل المعنى أن يضع الإنسان رجله على الأخرى زين ويقول أنا منتظر؟ كلا، هذا مو معنى. إذا أي واحد من عندنا عند ضيف في منزله داعي لمجموعة على مأدبة، هذا الإنسان إذا لم يفعل شيئا، ما هيأ شيء من السوق ولا وصى على طعام ولا هيأ مستلزمات الضيافة وجالس، نقول له أنه أنت ماذا تفعل؟ قال أنا أنتظر الضيوف. ماذا نقول له؟ نقول له أنك تكذب، لو أنت كنت منتظر الضيوف لكنت هيأت المقدمات. نعم، إذا واحد أدى ما عليه بمعنى أنه هيأ جميع مستلزمات الضيافة، لكن وصول الضيف هذا مو في اختياره ولا في قدرته، إذا هيأ جميع المستلزمات ثم جلس وقال أنا منتظر، يقال له صدقت. يصير بعض الأحيان كل واحد من عندنا له ضيافة
لعله يتأخر الضيوف قليلا، زين نرى أن عينه على الباب، بعض الأحيان يفتح الباب زين ولكي يرى أنه الضيوف وصلوا لو ما وصلوا، يقال هذا منتظر. لماذا؟ لأنه أدى ما عليه. أما إذا لم يؤدي ما عليه وجلس، هذا ليس منتظرا، وإنما هذا في ادعاء بالانتظار، ادعاء غير صحيح وغير سليم، وفي هذا الادعاء هو كاذب. لذا علينا أن يكون عملنا ينسجم مع حالة الانتظار، وهذا ما أشارت إليه بعض الروايات الشريفة التي سأقرأها لكم. في البحار عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، الإمام يقول: من سره أن يكون من أصحاب المهدي فلينتظر وليعمل بالورع. وليعمل بالورع، الورع شنو هو؟ قمة التقوى، يعني واحد متقي ولكن واحد أتقى أكثر تقوى، هذا يسمى ورع. واحد يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، هذا متقي. واحد لا، حالته أكثر من هذه الحالة، هذا ورع أو ورع. فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر. مو فقط الورع، محاسن الأخلاق هم لازم يراعيها في حال كونه منتظرا. فإن مات وقام المهدي عليه عجل الله تعالى فرجه الشريف بعده، كان له من الأجر مثل أجر من أدركه. إذا مات له من الأجر مثل أجر من أدرك الإمام المهدي. فجدوا وانتظروا، كون عملك عمل جدي حتى يكون ثوابك كثواب أصحابه. فإن أدركته كنت من أصحابه، وإن لم تدركه كان ثوابك كثواب أصحابه. فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. العصابة في اللغة يعني المجموعة. وإذا واحد مات وهو منتظر وله من الأجر حسب هذه الرواية مثل أجر من كان مع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، الرواية الأخرى في المحاسن عن الفيض يقول: سمعت أبا عبد الله يعني الإمام الصادق يقول: من مات منكم وهو منتظر لهذا الأمر، بالمعنى اللي شرحناه من الانتظار، كمن هو مع المهدي عليه السلام في فسطاطه يعني في خيمته. قال: ثم مكث هنيئة، الإمام الصادق توقف قليلا عن الكلام ثم قال: لا أكثر من هذا الذي قلت لك، بل كمن قارع معه بسيفه. مو فقط كان في فسطاطة، بل كان مجاهد مع الإمام، لأن في فسطاط الإمام يمكن يكون خادم، يمكن يكون واحد عاجز، يمكن يكون شخص ليس مهمته القتال، لا، هذا مهمته مهمة الأهم، وهي أنه من قارع معه بسيفه. ثم قال: أكثر من هذا؟ ثم قال: لا والله إلا كمن استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني إذا واحد مات منا وكان منتظرا بالمعنى اللي بيناه، يعني يكون مع الورع والجد ومحاسن الأخلاق، زين، هذا يكون حكمه كمن مات، كمن استشهد مع رسول الله. طبعا هناك في الأدلة الثابتة المتواترة القطعية أن هناك رجعة، وأن بعض المؤمنين يرجعون إلى العالم بعد موتهم بشرط أن يكون تمحضوا في الإيمان. حسب الروايات مؤمن محض في الإيمان،
فهو يخير في الرواية أو في الروايات المتعددة، يخير إذا مات قبل ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، يخير بين أن ينهض ويكون من أنصار الإمام وأن تجري فيه سنة الأنبياء السابقين الذين أحيوا الموتى كعيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، وكموسى الذي أحيى بعض الأموات بإذن الله سبحانه وتعالى في زمانه، كالذين طلبوا أن يروا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، وكذاك القتيل الذي قتل في قضية البقرة. فهذا المؤمن يخير أن تريد أن تجري سنة الله سبحانه وتعالى فيك بأن تقوم وتحيا بإذن الله، وإن شئت أن تبقى ميتا. أكو رواية عن المفضل ابن عمر يقول: ذكرنا المهدي عليه السلام ومن مات من أصحابنا ينتظره، فقال لنا أبو عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق، هذه الرواية في غيبة الطوسي: إذا قام، يعني المهدي، أتي المؤمن في قبره. هسه منو يأتي إلى هذا المؤمن؟ نفس الإمام، ملائكة، بعض خلص أصحابه. على كل حال ما مبين في هذه الرواية. أتي المؤمن في قبره فيقال له: يا هذا، إنه قد ظهر صاحبك، فإن تشأ أن تلحق به فالحق، قم بإذن الله، وإن تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقم. تريد ترجع على الدنيا أو تريد تبقى في النعيم التي أنت منعم بها وأنت في قبرك؟ فانتظار الفرج بمعنى أن الإنسان يكون منتظر مع الورع ومع محاسن الأخلاق، وهذا الشيء يحتاج إلى تربية وتهذيب للنفس. الإنسان يربي نفسه ويهذب نفسه لكي يكون منتظرا حقيقيا، لا أن يكون من بعض الناس الذين والعياذ بالله حينما يظهر الإمام حسب بعض الروايات يقولون: ارجع، لا حاجة لنا بك، ما نريدك. يصير هذا الشيء؟ نعم صار. ما صار بالنسبة إلى بعض أهل الكوفة؟ كتبوا رسائل إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يطلبونه، ولكن لأنه المصالح تغيرت، شافوا المسألة بها قتال، لعله فيها قاتل، لعله فيها كذا، زين، نفس هؤلاء من ناس يطلبون الإمام لينصروه، مو فقط خذلوه، بل بعضهم كان من قتلة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، كانوا من القتلة أصلا، كشبث بن ربعي كتب رسالة للإمام ثم كان من القتلة، وكثير منهم هكذا. إذا هذا الأمر جرى في زمان الإمام الحسين، في الأزمنة الأخرى أيضا يمكن أن يجري. ارجع، لا حاجة لنا بك، لأنه يتوهم أن بعض مصالحه قد تضرب بذلك. والقضية معروفة، أن مجموعة اجتمعوا في النجف الأشرف، ونختم بهذه القضية كلامنا حتى لا نطيل عليكم، قبل أن تكون نجف مدينة، عند قبر أمير المؤمنين اجتمعوا مجموعة، فهؤلاء دعوا الله بجاه أمير المؤمنين أن يعجل في فرج الإمام، لأنه كانوا سامعين إذا 313 واحد مؤمن كامل الإيمان وكامل المواصفات يجتمعون في عصر واحد، الله عز وجل يظهر وليه، فكانوا أكثر من هذا العدد، لعله بلغوا 1000 واحد، وكانوا من الأتقياء والورعين في الظاهر. فاجتمعوا هناك يستغيثون بالله سبحانه وتعالى ويتوسلون به بأمير المؤمنين عليه السلام ليظهر الإمام. فلما طال مكوثهم وطالت دعوتهم، فالله عز وجل أراد أن يريهم عدم صدق نياتهم، وأيضا هذه القضية تصل لنا ولغيرنا لكي نعتبر بها. فإجاهم الخبر
بأنه اختاروا واحد منكم اللي هو أورعكم، كلكم أنتم ناس ورعين، تقبلونه بالورع وتقبلون بأنه أورعكم أحسنكم، اختاروا فليأتي إلى وادي السلام. فاختاروا أحدهم، وهذا الشخص جاء إلى وادي السلام، والله عز وجل هو مسبب الأسباب، وكل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وهناك عوالم تحيط بنا لكننا لا نراها، كما في الآية الشريفة بالنسبة إلى الميت: فبصرك اليوم حديد. حديد يعني قوي من الحدة. الميت يرى ملك الموت، يرى الملائكة، يرى رسول الله صلى الله عليه وآله، يرى أمير المؤمنين. إحنا ما نشوف، لماذا؟ لأن هناك بعض الحجب موجودة، أكو عوالم تحيط بنا لكننا لا نراها. جهنم الآن تحيط بالكافرين الآن، لكنهم لا يرونها، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وما يحسون بيها، لأنه أكو حجب. بالموت هذه الحجب تزول، ويمكن تصير مكاشفات، يعني بعض الحجب الله عز وجل لمصلحة يرفعها. فهذا الرجل دخل إلى وادي السلام، وإذا به ينكشف غطاء بصره، فرأى مدينة وناس وجماعة، لعله كانوا من الجن أو من غيرهم، على كل حال فهناك ضيفوه. ثم أحدهم قال له: أريد أن أزوجك بنتي. فهذا مقبل. بالليل ليلة الزواج أراد أن يدخل في الغرفة، غرفة الزفاف، وإذا ينادى به أن المهدي قد ظهر، تعال انصره. هسه فكر، قال هسه ما كان غير وقت المهدي يظهر، سأل في وقت ليلة زفافي. قال فلينتظر مرة ثانية، قالوا له أن المهدي قد ظهر ويطلبك، فتعال انصره. هم ما إجا. المرة الثالثة صار عصبي، فقال كلام غير لائق. عندما صدر من هذا الكلام، وإذا الحجب رجعت ورأى نفسه في وادي السلام، صحراء وكذا، فرجع لهم قال: يا جماعة، يعني أنا أورعكم، إذا هالشكل حالي فأنتوا اقرأوا على أنفسكم الفاتحة. فكثير من الأحيان أكو ادعاء، بس هذا الادعاء قد حتى الإنسان هو يتوهم أنه صادق في ادعائه، ولكن هذا الادعاء مو صحيح. ولذا الإنسان لازم لا يعتمد على ما يتصوره عن نفسه، لازم دائما يحاول أن يزيد من ورعه، يزيد من تقوى، يكثر من تلاوة القرآن الكريم مع فهم معاني، يكثر من قراءة الأدعية، يكثر من الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، يقرأ روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ويحاول أن يطبقها، يحاسب نفسه دائما من الصبح إلى الليل: ماذا فعلت؟ وهل هذه الأفعال التي فعلتها ترضي الله سبحانه وتعالى أم لا؟ شوية حجاب حب الذات وحجاب قبول الذات وما إلى ذلك يشيل من نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذه الأعذار يشيلها هو بينه وبين ربه، يحاول أنه يقوي في نفسه ملكة الورع التقوى، وعمله يكون عمل مطابق لما يقوله الله سبحانه وتعالى ولما يقوله أولياؤه. إذا كان كذلك فيكون منتظر حقيقي، يشارك أصحاب المهدي في الأجر حسب الروايات، ولعل الله سبحانه وتعالى يرجعه ليشهد دولة الإمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المنتظرين، وأن يوفقنا وإياكم لأن نكون من أصحاب الإمام المهدي الحقيقيين، وأن يعجل فرج وليه. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس
بأعبق البركات. تحيا العقول إذا أنار طريقها